دلوقتي انا رايح مدينة من المدن اللي بحبها في مصر، مدينة الفيوم. الفيوم مدينة الاصل، يعني والدي ووالدتي من الفيوم، وابويا الله يرحمه برضه اتدفن في الفيوم. بحب انزلها من وقت للتاني. رايح النهاردة كده عندي مناسبة، كنت انزل بدري اروح اخرج مع اصحابي، مع اني كنت عايز انزل بدري عن كده شوية عشان اصور لكم مدينة الفيوم وهي بالنهار، بس مش مشكلة برضه نشوفها بالليل. يعني دلوقتي احنا وقت الفيوم معروفة بمدينة السبع سواقي، مدينة مش بعيدة عن القاهرة، يعني بينها وبين القاهرة حوالي 80 كيلو، يعني زي من الرباط لعين السبع كده، أول كازابلانكا. فيها المانجا معروفة بالبنجر، بنجر السكر، بنجر ده اللي هو البربة، مع البربة الأحمر ده في منه بنج، في منه بربة بيضة بتتعمل منها السكر هو البنجر بنجر. يلا بينا على الفيوم. الفيوم فيها المانجا وفيها القصب وفيها البربة، يعني مشهورة بشوية زراعات كده. وطبعا رقم واحد الدجاج، يعني معروفة الفيوم بالفلالس، الفلالس اللي هي الكتاكيت، بتكلم مصر والمغرب يعني. يلا بينا على الفيوم. ده احنا كده في منطقة كوموشيم في الفيوم، دي المنطقة اللي هي كان يقال انه كان عايش فيها سيدنا يوسف عليه السلام، كان في المنطقة دي. ده كده بداية الفيوم. معيشة، لكن العقار هنا غالي في الفيوم، لأن زي ما شفنا الأماكن الزراعية كتير، هنا لسه في أماكن زراعية مش كله مباني. زمان الفيوم وحشاني. المسلة دي من الآثار الفرعونية، لأن الفيوم برضو أصل الفراعنة، لأن مثلا عندك الأهرامات التلاتة خوفو وخفرع ومنقرع أبوهم بقى من الفيوم، يعني هم أصلا من الفيوم وهاجروا على الجيزة. أبوهم اللي هو الملك سنفرو، حتى الهرم بتاعه بعد البيت عندي. ده هنا كده هو ده المسلة من الآثار الفرعونية. زي ما هي الفيوم بقالها بتاع 20 سنة او اكتر، نفس المحلات، نفس المحلات زي ما هي. في شوية تغييرات بقى في الاول، الفيوم معروفة يعني فيها حافظة القرآن كتير، عشان كده ممكن تلاقي نسبة النقاب هنا عالية. انا رايح
اصحابي اقعد معاهم شويه بعد كده نكمل الخروج بقى. الفيوم المفروض ان هي من المدن السياحيه، لكن يعني في اخر 20-30 سنة مهمله سياحيا كده، يعني تقدر تقولوا زي مكنس. المفروض تبقى سياحيا اقوى من كده، هو اصلا يعتبر ما فيهاش سياحه يعني. هنا في احد اسواق الفيوم ده بحر يوسف في الفيوم، ده فرع من نهر النيل. هنا بقى السواقي، تعالوا اشرح لكم السواقي. دي كده يا جماعة اسمها السواقي او السواقي. السواقي دي معمولة اخترعها المصري القديم في الفيوم من 2000 عام، يعني السواقي دي بقى لها 2000 سنة عشان تنقل المية من المنسوب الاسفل للمنسوب الاعلى، لان زمان ما كانش فيه ماكينات ولا اي حاجة. والفيوم مشتهرة بالسواقي دي علشان الفيوم اصلا منخفض، يعني مدينة الفيوم كلها منخفض تحت سطح البحر ب40 متر، فالارض كلها واطية والمياه منخفض، فلازم تنقل المية من تحت لفوق، عشان كده احتاجوا للسواقي. طبعا بحب الفيوم الحب، مش معنى بس ان تبقى الدنيا جميلة وشجر وبتاع، الفيوم حلوة بس بحبها الذكريات، لان انا عشت فيها 6 سنين الفيوم ايام الاعدادية والثانوي، فالواحد ليه معاه ذكريات. بس ترجع بقى ذكريات من عام 2002. صح يا سيدي؟ صح صح. نروح ناكل في مطعم اول مره اكلت فيه 2003، يعني من 21 سنه. ايه؟ اول مطعم اخترع الفرايد تشيكن. كان اول مطعم اخترع زي كنتاكي كده بحال الفيوم، مشهوره بالدجاج. المحل ده عنده لحم نعام. صح عنده النعام. جبت مجرانة يعني؟ اطلع تاني؟ انا اكلت في اول مره من 21 سنه، مش عارف هو بقاله قد ايه؟ يمكن 30 سنه؟ هنا في الفيوم بقى يقدم طحينة ورز مصري بالشعرية، سلطة، العيش المصري. لسه بقى فرحة تنزل. هي فراخ الفيوم أكبر من القاهرة. تفضلوا معانا. خلصنا يومنا في الفيوم، قعدنا على المقاهي وبتاع ورحنا كام مشوار كده. دي كانت حلقة سريعة كده على الفيوم، طبعا اكيد سمعتوا عنها مدينة الفيوم. هحاول اصورها لكم بقى مرة تانية يكون معاك بدري كده، ونروح مثلا بحيرة قارون، لان برضو يقال ان قارون اللي هو كان عنده مال كتير ده كان برضو عايش في الفيوم هنا، وفي البحيرة باسمه بحيرة قارون. بنحاول نروحها لكم ان شاء الله. انا لسه انا قاعد في مصر شويه، ويعني قريب ان شاء الله باجي المغرب. اشوفكم على خير.